تعمل الدولة على تحسين البيئة الاستثمارية من خلال سن قوانين جديدة تتعلق بالعديد من الجوانب التي تهم العقار الاستثماري، حيث يتطلب الأمر إلى طرح عدد من الأفكار والتصورات والمقترحات المطلوبة من قبل المهتمين والمختصين لتنظيم السوق وتحسين البيئة الاستثمارية. تأتي أهمية تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطوير وتعديل القوانين المتعلقة بالعقار الاستثماري على رأس الأولويات الاقتصادية للدولة في الوقت الراهن. اليوم لابد وفورا يكون قانون يصدر بترخيص العمارة الاستثمارية. ما هو الترخيص؟ نفس ترخيص المركبة، نفس ترخيص السيارة، ويجدد سنويا، يطلعون لك كشف من البلدية والجهة المختصة والمطافي يشوفون، لأن هني بعد إيصال التيار الكهربائي يكون المالك واللي تسوون له نفسه في العبث في هذا البلد بتسكير وتقيير معالم المخطط الأساسي اللي صادرته البلدية أو المكتب الهندسي، ويقير من القرفة وصالة إلى ثلاث قرف ويسويهم خانات، وبقصد أنه كمدخول أكثر ويسكر المعلق والحوش الخلفي. فهذا يفترض أنه يكون هناك ترخيص سنوي دائم لكل عمارات الاستثمارية والمجمعات التجارية. التعديلات المطلوبة على اللوائح والقوانين المتعلقة بالعقار الاستثماري تساهم في تعزيز سوق العقار الكويتي بشكل عام وعلى العقار الاستثماري بشكل خاص. العقار الاستثماري لك عشان توصل كهربتك وعساس يكون العقار خالص 100% عندك لازم تروح للكهرباء البلدية، ورخصة المطافي لازم تكون طالع، ورخصة المطافي هي كشفين، عندك رخصة المشاريع ورخصة البناء، فيعني أنت عندك، ولكن هو الموضوع اللي يجب عليه المتابعة الدورية. الرخصة تنتهي وبعد انتهاء المطاف يقوم يريد يكشف عليها ويشوف السيستم مالك شغال من عدمه، ولكن هذا الموضوع يبي له استمرارية. أنا مع تقليل المدة الزمنية في الكشف، إنزين إنه يكون كشف دوري منظم بحيث إن هذا الكشف يقلل مثل ما نقول المشاكل اللي راح تصير، لأن إذا أهمل المشروع خلينا عطيتني أنت شهادة بخمس سنين، إنزين عند خمس سنين كنت ما تفحص العقار مالي، وقد يكون أنا ما جددت مع الشركة اللي هي تابعة حق الصيانة اللي تابعة لشركات المطافي، فلازم يكون الربط أكثر بين شركات المطافي وبين المطافي بالمتابعة الدورية بحيث إن إحنا نقلل كثر ما نقدر المشاكل اللي تصير. ويعتبر الاستثمار العقاري في دولة الكويت يساعد في زيادة العمران الاقتصادي في البلاد بشكل كبير، بل أصبح العقار الاستثماري وجهة استثمارية مزوجة العوائد، يعظم القيمة ومدر للدخل. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.